لو الحكاية فيها إن فيدي. يستأنف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 47 في يومه 11 على التوالي، حيث تنظم القاعة الرئيسية ندوة بعنوان شخصية المعرض تجربة الغيطان الصحفية، وتقام في تمام الساعة 1 ظهرا. وتنظم أيضا ندوة بعنوان اللقاء الفكري للدكتور جابر النصار، وتقام في تمام الساعة 5 مساء. بينما قاعة كاتب وكتاب تنظم في تمام الساعة 2 ظهرا ندوة بعنوان حول تجربة الإخوان المسلمين بين عبد الناصر والسيسي، وتطلق في تمام الساعة 12 ظهرا قاعة المائدة المستديرة ندوة بعنوان الكتاب والتعددية الثقافية والمرونة. كما تنظم أيضا ندوة بعنوان التظاهرة الثقافية بين الثبات والتغير، دراسة تتبعية للمترددين على معرض الكتاب من عام 2011 لعام 2015، وذلك في تمام الساعة 4 عصر. وبينما تنطلق في تمام الساعة 3 عصرا في قاعة المقهى الثقافي ندوة بعنوان لقاء مع الكاتب الروائي اللبناني محمد الطعان. وإلى هنا انتهى موجز الأنباء. شكرا لطيب المتابعة، على أن نلقاكم في موجز إخباري جديد.